السفير مسعود معلوف مرة أخرى، مجموعة من الخطوط الحمراء إذا ما تجاوزتها إسرائيل فسيصعد حزب الله اللبناني من رده. هذا لم يحدث، هذا ربما أحدث إحباطا لدى دوائر كثيرة كانت تؤمل في حزب الله اللبناني وفي هذا الخطاب أكثر. تعليقك. يعني أنا سمعت منذ قليل تعليقا من بعض الناس الذين ليسوا من المؤيدين المطلقين لحزب الله، يقول أن سماحة السيد أو حزب الله في السابق قال أنه في حال ستقوم إسرائيل بغزو بري لقطاع غزة فإن حزب الله سيتدخل، ولم يفعل ذلك، والآن هو أيضا يقوم ببعض التهديدات. هؤلاء، هذا الحديث يأتي من مناوئين لحزب الله. وأما أنا رأيي الشخصي أنا أن سماحة السيد حسن نصر الله اتخذ موقفا حكيما جدا، فهو أوضح بشكل جيد جدا أن المقاومة اللبنانية، أن حزب الله يقوم بما ينبغي عليه أن يقوم من دعم لحماس عبر إلهاء إسرائيل عن العمليات العسكرية مع حماس واضطرارها إلى تجنيد قسم لا بأس به من جيوشها ومعداتها العسكرية وطائراتها ودباباتها إلى حدودها الشمالية، ولولا ذلك لكانت ستستعمل هذه الآليات وهذه الجيوش ضد حماس. من جهة ثانية لم يصعد الموقف كثيرا لكي لا يستدعي ذلك ردا إسرائيليا قد يكون مدمرا للحزب وللبنان. أنا أعتقد أن موقفه كان ذكيا جدا، جيدا جدا، ومعرفتي بأن السيد حسن نصر الله هو رجل ذكي واقعي تجعلني أقول أنني لم أفاجأ بما قاله. هذا موقف جيد جدا بالنسبة إلى حزب الله، بالنسبة إلى لبنان، وبالنسبة إلى القضية الفلسطينية. عندما عندما يتحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني ساعة ونصف ويعلن أن هناك هدفان واضحان، الهدف الأول يجب العمل من أجله ليل نهار، وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة، والهدف الثاني انتصار غزة، والذي يعني بالتبعية انتصار الشعب الفلسطيني. بعدها بأقل من 5 أو 10 دقائق الاحتلال الإسرائيلي يقصف عددا من عربات أو سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي وهي تحمل المصابين. يعني وكأن الاحتلال لم يعبأ ولم يتوقف كثيرا عند خطاب طويل من الأمين العام لحزب الله اللبناني. سيد سفير، صحيح لا نتوقع أن إسرائيل ستغير مسارها نتيجة لخطاب السيد حسن نصر الله، وقد سمعنا منذ لحظات نتنياهو يقول ويهدد أنه في حال قام حزب الله بأية عمليات عسكرية ضد إسرائيل فإن النتائج ستكون وخيمة جدا وغير متوقعة. هذه الأحاديث المتبادلة بين الأعداء أمر طبيعي، كل فريق يهدد الفريق الآخر، وعندما يكون أحد الأفرقاء جاهزا للعمليات العسكرية فهو ليس بحاجة إلى إلقاء خطاب طويل من أجل ذلك. ما قد مضت حتى الآن 4 أسابيع على العملية العسكرية منذ 7 أكتوبر، وتدخل حزب الله كان داعما لحماس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وهذا أمر ذكي جيد من قبل السيد حسن نصر الله، من قبل حزب الله، هو داعم للقضية الفلسطينية ولحماس، وهو يحافظ على سلامة الأراضي اللبنانية وعلى سلامة حزب الله أيضا في الوقت نفسه. هذا ما أراه أنا في هذا الخطاب.